ورجعنا لكم تاني وعايزين نتكلم عن البترول، وكل واحد فينا معني جدا بفكرة البترول خاصة في الفترة الأخيرة وزيادة سعر البنزين والسولار، والبعض عنده أسئلة ومش عارفين لها إجابات. يعني إيه مراجعة أسعار البترول كل 3 شهور؟ هل من المتوقع يبقى فيه زيادات تانية ولا إيه؟ يعني إيه ربط الأسعار بالسعر العالمي؟ يعني إيه رفع الدعم وده هيفيدني أنا كمواطن في إيه؟ وبعد كده نتكلم عن الاكتشافات البترولية اللي بتتقال في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي. أسئلة كتيرة ممكن نسألها النهاردة، لكن اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بشرفني، المهندس أمير نبيه، مدير إدارة تخطيط المشروعات بإحدى شركات قطاع البترول. أهلا بك يا باشمهندس، منورنا. ربنا يخليك باشمهندس. يعني إيه رفع الدعم عن المنتجات البترولية، وهل بالفعل كده تم رفع الدعم تماما وكانت دي الشريحة الأخيرة ولا لا؟ طيب، هو الجزئية بتاعت رفع الدعم عن المحروقات عموما، عن المنتجات البترولية بما فيها البنزين والغاز والسولار والبوتاجاز اللي هي الأنابيب البوتاجاز، يعني ده تم على كذا مرحلة. وكنا اتكلمنا قبل كده ان طبعا الدعم المفروض كان يتشال من زمان قوي على فترات متباعدة، طبعا ده ما حصلش، فبقينا مضطرين دلوقتي لأن دي ضرورة ملحة أن أنا أبدأ أنقل الاقتصاد لمرحلة جديدة، فلازم أبتدي أقلل العبء اللي موجود في الموازنة. ما هو حضرتك دلوقتي الدعم اللي موجود على المنتجات البترولية ده كله مين اللي بيتحمله؟ الموازنة، لأن أنا بدعم بحوالي 90 مليار جنيه كل سنة. 90 مليار جنيه كل سنة دعم للمنتجات البترولية. الحكومة بدأت تشيل الدعم تدريجيا عن المنتجات البترولية، دي آخر مرحلة، خلاص دي آخر مرحلة، آخر شريحة في إزالة أو رفع الدعم عن البترول، عن المنتجات البترولية اللي هي البنزين والبوتاجاز والسولار. بس أعتقد البوتاجاز لازال بيتم تدعيمه. البوتاجاز بيتم تدعيمه، والغاز الطبيعي كمان بيتم تدعيمه. اللي بدأ يلامس السعر العالمي السولار والبنزين. السولار والبنزين، وعلى فكرة لسه كمان لو خدنا مقارنة كده، يعني ان شاء الله المرة اللي جاية هبقى اجيب لك معايا جراف في مقارنة ما بين السعر اللي موجود في مصر دلوقتي والسعر اللي موجود في دول كتير في العالم بتنتج اعلى مننا في البترول والغاز. تمام. يعني لغاية دلوقتي طبعا احنا مش بنقول الكلام ده كلام مرسل عشان نقول ان الدنيا جميلة، والدنيا فعلا في مصر دلوقتي اختلفت تماما. سعر البنزين والغاز عندنا دلوقتي ارخص من السعودية، ارخص من روسيا، ارخص من دول بتنتج او متفوقه في الصناعه من زمان. يعني اقول لحضرتك بعض الاسعار كمان انا حافظها، لكن عايز اقول لحضرتك يعني ايه ربط السعر البنزين والسولار بالسعر العالمي ومراجعته كل 3 شهور؟ ما حدش فينا فهم السطرين دول لما قراهم خالص. هو فعلا حته ربط السعر، هي الحكومه جربت الموضوع ده على فكره، بس طبعا الموضوع ما كانش عليه فوكس اعلامي شويه. لو رجعنا شويه للنقطه اللي قبل كده، في جدول موجود ممكن نشوف فيه السعر النهارده زي بورصة، يعني زي ما في بيطلع كل يوم سعر خام برنت ايه مثلا، دي بورصة عالمية بتتحرك فيها الأسعار طبقا للطلب، العرض والطلب، وطبقا لمعدلات الإنتاج وتكلفته. لو أنا مسكت الجدول دون هلاقي مثلا إن متوسط سعر البنزين في مصر اللي هو 80 وال 92 وال 95 0. مثلا 56 دلوقتي النهارده اللي هو 0.56 من الدولار. تمام. اللي هو بيساوي السعر اللي هو 8 جنيه ونص متوسط في الثلاثة. تمام. في حين ان انا ممكن الاقيه في دولة زي السويد او زي النرويج بكام؟ يورو ونص، ب 1.8 دولار، يعني 1.8 او يعني متوسط 17. متوسط اوروبا يورو ونص، بتكلم في 30 جنيه. ما انا بقى عايز اعرف جنيه. بقى ما يعني ما انت النهارده لما هتربطه لي بالسعر العالمي، يعني مش هو ده السعر العالمي. ال 30 جنيه دي مش هي السعر العالمي، عشان برضو هناك السعر مرتبط بالدخل.
الدخول عالية جدا في الدول دي طبعا، لكن هو السعر العالمي بتاعه بيتراوح ما بين 10 ل 11 جنيه او من 9.5 ل 10 جنيه بسعر الدولار عندنا دلوقتي. يعني احنا حتى لسه ايه، بس هي دي اخر شريحه. طب يعني ايه هيعاد تقييم السعر كل 3 شهور؟ في شهر مارس اللي فات الحكومه طبقت الموضوع ده على البنزين ال 95 وبدات تربطه بالسعر العالمي. موضوع ان انا احرك سعره كل 3 شهور مش بالضروره يبقى بالزياده، ممكن ينخفض. ازاي؟ اصل احنا ما تعودناش في مصر ان في حاجه ما لا في دي بقى، لان انا خلاص انا بدات دلوقتي افتح المجال عموما على العالم، ابتدي اعمل زي ما الناس بتعمل، الناس اللي ماشيه صح، الناس اللي بتخطط صح، البلاننج عندها رقم واحد هي اللي بتنجح. فانا دلوقتي خلاص انا حددت سعر معين، كل 3 شهور في لجنه تشكلت، يا جماعه شوفوا مثلا البنزين ال 92 ده الطلب عليه قد ايه، سعر تكلفه انتاجه قد ايه، تمام، طيب هو سعره في العالم دلوقتي افريج قد ايه، متوسط سعره في العالم قد ايه، لا طب زوده 25 قرش. طب الناحيه الثانيه العكس بقى، السعر مثلا الطلب على شراء العربيات قل الثلاث شهور دول، بدا الانتاج في مصر من البترول من الزيت الخام يزيد، بدا معامل التكرير تزيد، بدأ ان الانتاج اللي طالع ما بستوردوش بقى، الانتاج اللي طالع من جوه من مصر زاد. طيب قلل سعر ال 92 نص جنيه 50 قرش. فهي هتبقى فلوتنج، يعني هي هتبقى طب حاجه ثانيه، سعر المنتج نفسه وتكلفته في مصر طبعاً، والطلب عليه. طب انا النهارده الدولار ب 16.5، لو الدولار بكرة يعني مش بكرة يعني مثلا على أول السنة ولا السنة الجديدة بقى ب 12 جنيه، هل من المتوقع أن أنا لاقي لتر البنزين 92 بدل ما ب 8 جنيه يبقى ب 6 جنيه؟ لا لما حضرتك حسبت لي بالدولار قلت لي بوينت 5 يعني 56 اللي هو يعني قول نص دولار. لا هو دي مش هتفرق في سعره، هي هتفرق في ترتيب مصر في الدول الأقل سعرا في البنزين. يعني مصر دلوقتي ال 12 اللي ترتيبها ال 12 في الدول الاقل سعرا في المحروقات عموما. طيب لو الدولار نزل، بس هو مش هينزل النزله دي قوي في وقت قريب، لكن هنفترض ان هو مثلا نزل على اول السنه ممكن يوصل 15 تمام، حلو قوي. دي هتاثر في حاجه واحده بس، لغايه النهارده انا كسوق مصري بستهلك 361 طن بنزين وغاز في اليوم. انا اللي مصر بتقدر توفره للسوق بنسبه 70% من النسبه دي، تمام. متوقع خلال السنه اللي جايه ان الانتاج يزيد في مصر، الاكتشافات الجديده والاكتشافات اللي احنا داخلين عليها في البحر الاحمر والمزايدات العالميه، ان احنا ممكن نبتدي نغطي 90%. في الحاله دي انا هستورد 10%، تمام. فالدولار اللي انا هستخدمه عشان استورد ال 10% دول اوفره، اللي هوفر ال 20 بقى التانيين زي ما انا وفرت. انا تقريبا وفرنا حوالي ما يقرب من مليار دولار سنويا في الغاز الطبيعي، الغاز اللي احنا من ساعه ما وقفنا ده في الموازنه الجديده، اعتقد يمكن في الموازنه اللي قبلها كمان موفرين المليار دولار دول، موفرين كده 2 مليار كمان. تمام. هنيجي لحته الغاز دي دلوقتي. النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اللي هي ان سعر الدولار هينزل هيأثر في سعر البنزين ولا لا انا مرتبط هنا بحاجتين، سعر خام برنت اللي هو السعر العالمي للزيت الخام. يعني مثلا صحينا في يوم لقينا سعر البرميل كان 120 بقى 80، بعدها بيومين بقى 70، لغاية ما وصل حاجة و40 ووصل حاجة و30، دي كانت كارثة من حوالي سنة أو سنة أو سنتين. في الحالة دي سعر خلاص أنا سعر البرميل عندي بقى 40 دولار من 120. طبيعي جدا ان انا بدل ما كنت بستورد من دولة زي السعودية من شركة ارامكو مثلا المية طن باكس مثلا بمية الف دولار، انا هستوردهم بعشرين الف دولار. صحيح. في الحالة دي لازم تلقائيا السعر هنا ايه؟ يقل. فحتة ان السعر يبقى كل 3 شهور ابن داون، يعني يبقى السعر مش ثابت فوق، يعني قابل للزيادة أو النقص، حاجة كويسة جدا. وعلى فكرة برضو في حاجة، عشان برضو في بعض وسائل الإعلام والنت الحكومة حددت نسبة 10%
ولا يزيد ولا يقل. يعني لو مثلا الصحينا برضو زي ما قلت لك لقينا البترول بقى ب10 دولار البرميل، مش هيبيع البنزين بجنيه. صحيح. هو حتى 10% اقصى نزوله ليه 10% واقصى ارتفاع 10%. تمام. واستثنى الغاز او اللي بيولد محطات الطاقه. تمام. والمخابز من الزياده دي. تمام. احنا عايزين نتكلم دلوقتي على قطاع البترول، واحنا عندنا بقينا في الفتره الاخيره الصحف العالميه كمان بتتكلم على قطاع البترول في مصر، خاصه في ظل اكتشافات جديده الغاز الطبيعي في المتوسط، ويقولوا كمان في مش عارف في الصحراء اكتشافات، او ربما يكون في اكتشافات جديده، وشركه ايني الايطاليه والشال حلو على مصر في الكام سنه اللي فات. فحضرتك تكلمنا عن استثمارات في قطاع البترول في مصر. بص، هو الخمس سنين الأخيرة من 2014 ل 2019 قدر قطاع البترول، ودي حقيقة بدأ كمان الناس برة تاخد بالها منها، يعني الموضوع مش داخلي بس، اتنقل نقلة كبيرة جدا في كل المجالات. اتنقل نقلة كبيرة جدا في البنية التحتية. احنا عندنا دلوقتي مصنعين من أكبر مصانع الإسالة في المنطقة بل في العالم، اللي هم مصنع إدكو ومصنع دمياط. عندنا شبكة كبيرة جدا من خطوط البترول والغاز الخام ومعامل التكرير. بدأ يبقى عندنا بنية تحتية في محطات المعالجة. بدأنا نبقى مؤهلين ان احنا نقوم بالدور اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، ان احنا نبقى محور للطاقة، مركز إقليمي للطاقة. طبعا ده معناه ان انا هبتدي ألبي احتياجات السوق. انا خلاص وقفت من سبتمبر 2018، وقفت استيراد الغاز تماما، وبدات كمان اصدر. دلوقتي بصدر 1.8 يعني 1.8 مليون قدم مكعب غاز. بدات دلوقتي اعمل اتفاقيه مع اوبروس ان انا اخد منها الغاز من حقل افروديت، اسيله في معامل التسييل، مصانع التسييل، تسييل الغاز يعني. حضرتك كنت كلمتنا قبل كده، يعني سواء اوبروس او اليونان او حتى اسرائيل، كله ده بيصب مركز لتداول الطاقه. يعني انا باخد من الناس اسيل، ابيع، واعيد تصدير واستخدم محور تنميه قناه السويس اللي الناس كانت قالت ان هو ملوش لازمه. صحيح. هو ليه لازمه طبعا. جدا. انا كده بقت يعني لعيب اساسي في المنطقه. طبعا اي حد عايز ينقل اي غاز، يعالج اي غاز، يسيل اي غاز، هيبقى من خلال مصر. والفتره اللي جايه احنا دلوقتي بننتج من الغاز الطبيعي 6.9 يعني 6.9 مليون قدم، مليار قدم مكعب من الغاز. ان شاء الله خلال السنتين الجايين هيزيد الانتاج 100%. انا دلوقتي بنتج 6.9، ان شاء الله في حقلين كبار جدا، حقل ميراك وحقل نور، ان شاء الله دول كل ده في البحر. خلينا نتكلم البحر. دلوقتي انا معظم اكتشافاتي الغازيه هي في منطقه البحر المتوسط في المياه العميقه. تمام. كانت شركه ايني قالت ان ربما يكون في اكتشافات صحراويه كمان قريب. هو الحكومه في الخمس سنين الاخيره وقطاع البترول عمل 7 مزايدات عالميه. مزايده عالميه، انا بقول يا جماعه انا القطعه الارض دي او القطعه دي في البحر المربع ده اللي هو مثلا 100 كيلو مثلا 100 كيلو متر مربع، دي مطروحه مين هياخدها ينقب فيها؟ لو رجعنا خمس سنين لورا كان الشركات الكبيره زي شيل واني واكسون موبيل الناس دي كانت بتخاف تيجي هنا. صح. دلوقتي الناس دي دخلت المزايدات دي، منهم اكبر مزايده اللي هي تنقيب عن البترول والغاز في البحر الاحمر، ودي اول مره. اول مره ننقب عن الغاز والبترول في البحر الاحمر، وده لا يقل عن البحر المتوسط في الغاز بالنسبه للزيت طبعا. يعني احنا لو قسنا كمية الزيت اللي هتطلع ان شاء الله من البحر الاحمر لا تقل عن انجاز حقل زهر في البحر المتوسط. يا رب. بس لسه ما فيش اعلانات ان في حاجة يعني. ما هو احنا دلوقتي لسه بناخد الاوفرات، يعني لغاية دلوقتي الشركات بتقدم في مؤتمر الايجيبس اللي بتعمل كل سنة. الايجيبس اللي جاي ان شاء الله هيتم الاعلان في مؤتمر صحفي عالمي عن الشركات اللي فازت في المزايدة دي. واحنا دلوقتي بنعمل تنميه للابار القديمه، وبننقب عن ابار جديده في الصحراء الغربيه والشرقيه، خليج السويس، الدلتا، دلوقتي البحر المتوسط، والجديد كمان
البحر الأحمر، وزي ما حضرتك كنت أثرت الموضوع ده الحلقة اللي فاتت، دي أحد نتائج أو فوائد ترسيم الحدود مع السعودية. طبعا ترسيم الحدود، إن أنا ما كنتش أقدر أعمل المزايدة دي في البحر الأحمر، وترسيم الحدود برضو مع دول المتوسط زي قبرص واليونان. طبعا احنا كانش في عندنا برضو ترسيم حدود معاهم، هي دي طبعا من فوائد ترسيم الحدود في البحر المتوسط والبحر الأحمر. بدأت أعظم الاستفادة من الموارد الموجودة عندي سواء في البحر أو في البحر اون شور او اوف شور. عايزين نقول برضو انت يعني برضو حتى الناس ما تاخدش بالها منها، انت لو ما عندكش استقرار سياسي ما تقدرش تعمل ده. يعني لو انت دلوقتي في حالة لسه في ايام يناير ولا في ثورة ولا بتاع، ما تقدرش يبقى عندك بتحمي البحر بتاعك بهذا الشكل، لان هو في الاخر برضو بيبقى فيه تعاون سياسي ما بين الدول وما بين بعضها، صح كده ولا انا؟ اكيد طبعا. وجود مصر في المكانة دي دلوقتي في البحر المتوسط، مش يعني عايزين نقول انه مضايق ناس كتير. انت احنا عندنا تركيا ممكن في يعني هي شغاله عربده في منطقه، هي بدات بالفعل دلوقتي زي ما بيسموها التحرشات بالمياه الاقليميه الاوبرس، عامله زي الطور الهيك في البحر في المتوسط دلوقتي ضد قبرص واليونان، وبتيجي عند مصر الان الحمد لله احنا دلوقتي مأمنين كويس جدا. سواء بالطفره اللي حصلت في الاسطول البحري المصري الفتره الاخيره، فاحنا قادرين على حمايه مياهنا الاقليميه، ده ما فيهوش كلام، وده بيدي احساس بالامان للشركات اللي بتيجي تنقب عندك. وعموما يعني الشركات اللي زي اني وبي بي محميه من بلادها برضو، تركيا ما تقدرش تيجي جنبهم ولا جنبنا. بس خليني اقول لك ان الاستقرار اللي حصل في الخمس سنين الاخيره هو ده اللي شجع الناس ان هي تيجي تستثمر فلوسها عندك. عارف يا باشمهندس انا بقول كده ليه؟ بقول كده لان لازم نربط كل حاجه ببعضيها دايما، حتى السياسه مرتبطه بالاقتصاد، مرتبطه بكل حاجه، مرتبطه ببعضيها. احنا النهارده بنتكلم عن او الـ يعني المجلات المتخصصه في الاقتصاد بتتكلم عن نمو في الاقتصاد بنوصل لستة في المية. احنا كنا يعني بعد يوليو 2013 كنا في الحضيض، يعني كنا تحت قوي، واحنا قبل يناير كنا 7%. فقصدي اقول يعني احنا ان شاء الله بناخد خطوات لقدام. بص يا استاذ سعاد، دلوقتي احنا لما اتكلمنا على حته رفع الدعم، لو انت جيت تقول ان سعر البنزين لما عالي ده لفايده المواطن، هتلاقي ناس كتير جدا بتقول لك ازاي. مش ازاي، هيقول لك ازاي وهو متضايق الحقيقه. ازاي وهو متضايق؟ واحنا برضه انا هقول لك ازاي، عشان نقول برضه حاجه يا باشمهندس، انا واحد من الناس ببقى متضايق لما اقوم الصبح الاقي البنزين غالي، ما بقولش الله مبسوط عشان الدنيا تبقى لا طبعا ببقى متضايق، لكن ببقى عايز افهم زي ما حضرتك هتفهمني دلوقتي. طيب احنا دلوقتي لازم كل واحد ما يفكرش، احنا بنفكر في مصلحه البلد. وفي يوم من الايام مصر هتوصل لمكان معين، هتبتدي تجني ثمار كتيرة جدا انت ممكن تكون دلوقتي بتجنيها بس بشكل جزئي، مش انت مش حاسس بيه بشكل مباشر. زي كده مثلا لما نقول ان الشريحة الاخيرة اللي اتشالت من الدعم عن المحروقات بالبنزين والغاز وفرت كام؟ وفرت 36 مليار جنيه للدولة في الموازنة بتاعت السنة دي. طيب الدولة عملت ايه بالفلوس دي؟ دولة رفعت الحد الادنى للأجور من 1200 ل 2000 جنيه، رفعت المعاشات، زودت علاوات، بدأت تظبط منظومة السلع التموينية، بدأ تحاول تظبيط عجز الموازنة. لكن أنا مثلا دلوقتي عندي عربيتين، طب ما أنا كده باخد الدعم مرتين. إزاي بقى؟ ازاي انا باخد بفول في العربيه دي، باخد دعم وبفول في العربيه في الاخر دي؟ انا مش بمشي بالعربيتين، يعني اكيد لما بمشي بعربيه التانية بتبقى مسؤول. حلو قوي. طب انت ايه رايك كام مواطن عنده عربيه في يعني بالنسبه المئويه مثلا 30% مثلا، كام مواطن بيستفيد بالدعم العيني اللي هو السلع التموينيه او منظومه الخبز العيش المعاشات نظام تكافل وكرامة الحد الأدنى للأجور الملايين كتير 2000 جنيه دي ده رقم ده كان من 3 سنين كانوا 300 جنيه 400 جنيه صحيح. جبنا الفلوس دي ما احنا كان لازم نوفر الفلوس دي، لكن أنا لما أزود جنيه وربع في سعر البنزين
وهو سعره في معظم الدول لسه أغلى من كده. يعني أنا مش بعمل، ما هو برضه عشان تقولي سعر البنزين في دول تانية أغلى من كده، ما هو الرد المنطقي لأي حد يقول لحضرتك بس هم ليهم دخل، وإحنا النهاردة هو دخل المواطن متوسطه في أوروبا 2000 يورو، 2000 يورو دول اللي هم 40,000 جنيه. النهاردة دخل أنا في مصر متوسط أو الحد الأدنى يعني 2000 جنيه، ف2000 جنيه من 2000 يورو ماشي يعني، ما هو عنده 30 جنيه يعني. بص هي 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 مش هتتظبط كده يعني، حته الدعم ان هو كان يتشال على مراحل زي ما اتكلمنا كان المفروض من 30 سنه، ده كان اللي هيكون افضل واحسن لنا كلنا. طب احنا فوجئنا دلوقتي ان الدعم ما اتشالش، وانا تصنيفي الائتماني كان وحش جدا. يعني كلمه تصنيف ائتماني دي هي اللي بتديك ثقه، زي ما انت سالت دلوقتي هل الموضوع مش الاستقرار الامني بس، الاستقرار الائتماني. انا ما كانش هينفع اروح اخد قروض من البنك الدولي، او ان انا يعني هحوز بثقه المستثمرين الكبار وانا تصنيفي الائتماني ماينس 3. صحيح. فان انا دلوقتي بدات اسستم الدنيا على ان الدعم اتشال من على البنزين، من ناحيه تانيه بدات انا ما خدتش الفلوس دي بقى، لا انا خدت الفلوس دي عليت بها مستوى معيشه ناس تحت خط الفقر. فده يعني انا شايف ان ده فايده مباشره للمواطن. بنتمنى بس يا باشمهندس عشان في اخر حلقتنا النهارده ان زي ما يبقى في رقابه يعني قويه جدا على الاسواق، عشان المواطن مش ناقص فكره جشع التجار واستغلال التجار بشكل مبالغ فيه. الحكومه طبعا كانت عامله حساب الموضوع ده، لان اتعلمت من الدرس في الزياده اللي قبل دي، الزياده اللي قبل دي كل حاجه زادت. لو السعر اللتر السولار زاد جنيه وربع، انت بتزود بقى كواحد معاه لوري او واحد معاه بينقل بضاعه اكل شرب، كان موضوع بيزيد بشكل فيه يعني مبالغ فيه جدا. بدا دلوقتي يبقى فيه جهاز حمايه المستهلك، بقى فيه يعني نسبه التحكم في الرقابه او الكنترول على الموضوع ده مش تبقى 100%، بس احنا لازم نساهم في كده. يعني اي حد في ارقام كتيره جدا ما تدفعش وما تشتريش واي حاجه وبلغ اتكلم، لان دي وبعدين هي حتى موضوع الـ 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 الرقابه دلوقتي بقى في عشان موضوع سرقه السولر والبنزين بدا يبقى في جي بي اس في العربيات اللي بتنقل البنزين للمحطات، وبدات عشان تعرف هي رايحه فين وجايه منين. انا بشكر حضرتك جدا باشمهندس امير نبيه مدير اداره تخطيط المشروعات باحدى شركات قطاع البترول، الف شكر لحضرتك. وبشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا النهارده في صباح النور، وان شاء الله اشوفكم كمان بكره في صباح النور، والى اللقاء.